في كل جمعة يرسل لي أحد الزملاء يقول ويكتب بالجوال: جمعة مباركة، أرجو أن تدعوا بهذه الأدعية برسالة جوال أو في المنتديات، ما رأيكم فيها يا شيخ؟ هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما كان هذا معروفا ولا واردا في السنة أن المسلمين يهنئوا بعضهم بعضا في الجمعة، إنما ورد شيء من هذا في العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، ولم يرد أنهم يهنئوا بعضهم بعضا في الجمعة. نشر هذا في الجوالات والتوصية بنشره هذا من البدع ومن ترويج البدع. نعم.